السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أخواني وأبهاتي وأعمامي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا بحكي أن الطيران الليلي يضرب لي بيوت بيوت مساكين ومواطنين، وما أنتم ذنب وما أنتم مشكلة وما أنتم أي سبب، مع الجيش ولا دعم سريع ولا حاجة. في ناس بس قاعدين يطاردوا أرزاقكم بطريقة تانية، وأنت البرهان يا أخي بتهرب من هنا وبعد شوية بتوجد الوقت تقتل لك مواطنين. ناس الدعم السريع دي محلهم معروف ومواقعهم معروفة، كان داير تقتلهم يعني. أنت ما تمش تقطع تخط بينك وبين السودان بحر وبعد شوية تضرب المساكين، ذنبهم هنا ذنبهم هنا المساكين. أنت ما عارف أدوك، أفرز بين أدوك وصليحك، أفرز بين أدوك وصليحك، ما لا تقابل كده يا أخي ترفع عليك هنا وتضرب المساكين دي بدون أي ذنب وبدون أي سبب. عارف ادوك منو طردك من هنا ومرقك من هنا، عشان كده من الليل وصاير ما تضرب المساكين دي. انت شكلك كده مشيت خارج السودان ذاته في الاحلام، يجوك ناد دعم سريع تصبح كده بتقول الطيران مش هابد ودق اضرب، وفي الطريقه دي ما بتلقى نصر وما بتستفيد وما بتتقدم. انت حتى جيشك فزيت خليته، هربت منه فزيت خليت جيشك، ما ممكن ذاته يا كده. شوف شوف شوي يعني، اضرب ادوك اضرب ادوك، ما تضرب المساكين الابرياء اللي ما عندهم ذنب، ما عندهم ذنب وما جنبهم اي ارتكازات وما جنبهم اي هنا. تحياتنا للاخوه والاشاوي قوات الدعم السريع. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.